لو الحكاية فيها إن فيتو كنا حاطين معانا شيف غدا عاطف سمو فيتو صحيح طيبة كل سلام طيبين والمشاهدين كلهم بخير إن شاء الله. عايزين بقى تكلمينا عن استعدادات ست البيت تعملها عشان تستقبل شهر رمضان الكريم. اهم حاجه طبعا دلوقتي احنا لازم علشان تسهلي لنفسك انك تطبخي وان الحاجه تبقى سهله لازم طبعا يعني نجهز بقى ايه كل الحاجات اللي هتسهل لنا الطبيخ. زي ايه مثلا؟ اهم حاجه اول حاجه ان احنا لازم امسكي بقى الفريزر بتاعك شوفي لو في حاجات طبعا زياده بيبقى في بواقي اكل بواقي عيش كل ده نشيله وننضفه طبعا عشان نفضي ان احنا ايه نقدر نخزن حاجات تسهل لنا. طبعا مثلا هنجيب الثوم نقشره ونفرمه يبقى جاهز ان احنا نستخدمه بطريقه سهله. تشوفي لو عندك طماطم لو الطماطم اسعارها كويسه في السوق بتجيبي كميه برده تعصريها وتحطيها في اكياس على قد الطبخه بتاعتك وبرده ترصيها في الفريزر. مثلا هتعملي لو في مثلا كفتات ممكن تجهزي بعض يعني انواع الكفتات اللي هي تصبعيها تحطيها برده في الفريزر زي كفته الرز برده بتجيبيها وكل ده طبعا قبل رمضان باسبوع بتبتدي تحضري الحاجات دي كلها بحيث ان انت تيجي الطبخه هتاخديها انت عارفه هتعملي ايه. مثلا كفته الرز بنجيبيها وتصبعيها وتحمريها وكل حاجه وتسيبيها برده في الفريزر. لو في بطاطس هتعملي بطاطس برده محمره تشوفي برده بطاطس تكون اسعارها كويسه تجيبيها وتقشريها وتقليها نص قليه وتسيبيها تنشئ يعني لغايه ما تبرد وتكنسيها برده على قد الوجبه بتاعتك وتحطيها في كيس في الفريزر برده بحيث ان انت تاخدي على قد برده الوجبه استخدامك. ممكن تعملي سمبوسه برده تجهزيها على القلي تعملي كبيبه على القلي خضار طبعا زي ورق العنب مثلا برده تجهزيه تحطيه ترتبيه بحيث ان انت تقدري تاخدي على طول برده وتحشي وتحطي الخلطه نفسها بتاعه المحشي اعمليها بالبصل والخضار وكل حاجه بحيث ان انت هتاخدي يا دوب تفوق تحطي عليها الرز وتحشي مش هتاخد في ايدك وقت خالص. يعني اعملها بس ما تحطيش فيها الرز. يعني هي الخلطه كلها كامله مكمله شوفي زي ما انت هتحطي الزيت والبصل وقلي البصل وخلي الطماطم تتسبك وحطي الخضره وكل حاجه. وحطيها بقى على قد كميه الرز اللي انت هتستخدميه بحيث هتطلعي هتفوق تحطي الرز خلاص المحشي اتعمل. وبالذات لو هتعملي بقى كمان كوسه والبتنجان الحاجات دي هتجيبيها هوا هتتحشي مش هيبقى فيها اي مشكله. فده طبعا كل برده ممكن تعملي الصلصه بتاعت الطبيخ نفسه. يعني انت دلوقتي انا هعمل مره من المرات مثلا بسله البسله طبعا هتبقي شايلاها برده في الفريزر بالجزر بتاعها كله هتيجي برده تعملي الخلطه بتاعت التسبيكه بتاعت البسله هتاخدي كله على الحله في قلب الشوربه. اذا كنت هتسلقي اللحمه او هتعملي الفرخه كله في ثانيه هتلاقي الطبخه اتعملت. انت بقى تيجي الصبح مثلا هيبقى فاضل الرز قبل ما تنزلي الشغل جهزي الرز ازاي حطي اعملي الشعريه لو انت هتعمليه بالشعريه حمري الشعريه عادي وحطي اغسلي الرز وحطيه على الشعريه وقلبيه والغطا ما ينشف من ميته واطفي عليه بقى. هتيجي بقى قبل الفطار يا دوب تحطي من الكاتل ميه سخنه عليه وخلاص ادي كده الطبخه.